بعض الناس يضع له مقطع لأحد الزعماء وينكت عليه أو يتمسخر به، أو أنه مثلا يضع صور يرسمها بيده أو صور كاريكاتيرية أو ما شابه ذلك، ثم إذا بها يعني في لمز وعيب لهذا الزعيم أو هذا الرئيس، هذا ليس منهج السنة والجماعة ولا يدل عليه الأدلة الشرعية. عندك حق لا تقله وتعلن عنه في وسائل التواصل أو في المجالس، لا، اذهب إليه ما تيسر. بعض الناس يقول الباب مغلق، ولله الحمد الآن الوسائل سهلة، بمجرد ما أرسل رسالة أو برقية أو ما شابه ذلك برئت الذمة. ماذا تريد؟ تريد أن تبرئ ذمتك. أما قضية والله مثلا هذا ينقاد لي أو أنه يقبل كلامي، هذا ليس لك،